هيئة الأرصاد بتتوقع أن يشهد اليوم طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، ومائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتورة منار. صباح الخير على حضرتك استاذة هالة، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. اهلا بك. اهلا بحضرتك. يمكن لسه الموجة الحارة مستمرة معانا، ونسب الرطوبة برضو لسه مستمرة معانا، بس الأمطار الرعدية اللي كانت بتشهدها أو يشهدها جنوب البلاد على أبو سمبل وعلى حلايب وشلاتين، هل دي لسه برضو مستمرة معانا؟ طمنيني أخبار تفاصيل الجو إيه؟ بالفعل، يمكن احنا الايام الماضيه شهدنا سقوط امطار على بعض الاماكن الموجوده في اقصى جنوب البلاد زي حلايب وشلاتين مرسى علم، مناطق كمان من ابو سمبل واسوان. الامطار دي طبعا وفقا لتوقعات الهيئه العامه للارصاد الجويه مكمله معانا كمان حتى نهايات هذا الاسبوع. فرص الامطار اللي هتكون ما بين الخفيفه الى المتوسطه والرعديه احيانا على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الاحمر زي حلايب شلاتين مرسى علم راس بنان، ومناطق كمان من جنوب الصعيد زي طبعا ابو سمبل محافظه الوادي الجديد، مناطق من اسوان الاقصر. الاماكن دي كلها معرضه طبعا لسقوط الامطار متفاوته الشده والرعديه، ونتيجه طبعا استمراريه سقوط الامطار الطبيعه الجغرافيه في الاماكن دي ممكن ده يؤدي لتشكل بعض السيول في بعض الاماكن، وايضا مع السحب الرعديه هيكون في نشاط الرياح تثير للرمال والاتربه. نشاط الرياح المثير للرمال والأنسبة ده ممكن يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق. سبب سقوط الأمطار طبعا في الأماكن دي الجنوبية، نحن بدأنا نتأثر ونشوف تقدم في الحزام المداري أو الفاصل المداري المسبب للأمطار الصيفية على منابع النيل السودان وأثيوبيا. الفاصل المداري ده بيتقدم في شمال السودان، فبدأنا نحن نتأثر في المناطق الجنوبية بسقوط الامطار اللي بتكون متفاوته الشده، وزي ما قلنا لازم ناخد حذرنا بقدر الامكان. الامطار دي ممكن تؤدي لتشكل بعض السيول نتيجه الطبيعه الجغرافيه واستمراريه سقوط الامطار عده ايام. لكن المناطق الشماليه مش هتشهد اي فرص لسقوط الامطار، الاحوال الجويه مستقره بشكل كبير في اغلب محافظات شمال البلاد. قيم درجات الحراره خلال فتره النهار تعتبر حول المعدلات الطبيعيه، او حتى اليوم تحديدا اعلى من المعدل بحوالي درجه، لان اليوم متوقع عظمى على القاهره الكبرى هتكون 36 درجه مئويه خلال فتره النهار. لكن طبعا ما زلنا بنتاثر بامتداد منخفض الهند الموسمي اللي هيكون مع الكتل الهوائيه اللي فيها رطوبه عاليه، يعني في تاثرنا بارتفاع نسب الرطوبه بشكل كبير. يمكن ارتفاع نسب الرطوبه هو اللي مخلينا نحس ان في ارتفاع كبير في قيم درجات الحراره. نسب الرطوبه بتتجاوز 90 وال 95% في الاماكن الساحليه المطله على البحر المتوسط، بتتجاوز 80 و85% في القاهره الكبرى والوجه البحري، وده اللي بيخلي قيمه درجه الحراره المحسوسه المواطن بيحسها النهارده تحديدا ممكن نحسها 39 او 40 درجه مئويه بسبب ارتفاع نسب الرطوبه. فده اللي مخلينا نحس ان في ارتفاع في قيم درجه الحراره، رغم ان احنا قيم درجه الحراره تعتبر حول المعدل او حتى لو اعلى من المعدل فهي بارقام توقيتيه. عشان كده شق فتره النهار هيظل طقس شديد الحراره رطب في معظم المحافظات الداخليه، فعدا سواحلنا الشماليه اجواءها حاره رطب فتره النهار. كمان فترات الليل مع الغياب التام لاشعه الشمس اكيد بيكون في انخفاض في قيم درجات الحراره، لكن عظمه الرطوبه بتكون فترات الليل. ففتره الليل اجواءها اجواء مائله للحراره رطب في معظم المحافظات. لو في نشاط للرياح في بعض الاماكن ده مش كان بعض الشيء الثابت، احنا نحس ان نسب الرطوبه اقل، لكن طبعا مش بالشكل الكبير لان سرعات الرياح مش عاليه. زي ما قلنا في الاول الاحوال الجويه مستقره في اغلب محافظات الجمهوريه حتى نهايات هذا الاسبوع، مش هنلاقي اختلاف كبير في قيم درجات الحراره، يعني مش هيكون عندنا ارتفاعات ملحوظه في قيم درجات الحراره حتى نهايه الاسبوع. العظمى على القاهره الكبرى هتتراوح ما بين 36 37 عظمى فتره النهار. فرص الامطار في المناطق الجنوبيه هتكمل معانا لحد يوم الجمعه الجايه باختلاف طبعا كميات الامطار من يوم للتاني. والشبورة المائية خلينا ننوه عنها لأنها أصبحت ظاهرة جوية مؤثرة في فترات الصباح الباكر وساعات الليل اللي بتأثر على بعض الطرق الشرعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، بتؤدي لانخفاض كبير في الرؤية الأفقية، لكن هي سرعان ما بتختفي مع سطوع أشعة الشمس، ما بتأثرش تماما على حركة المرور. عندنا كمان اعتدال كامل في حركة الملاحة البحرية على البحار الأحمر والمتوسط، ومؤهلين لدرجة أعمال تسهيل للملاحة البحرية. نأكد بس مع حضراتكم ان كل قيم درجات الحراره اللي احنا بنقولها في الظل مهم جدا نتجنب التعرض المباشر لاشعه الشمس في فترات النهار وتحديدا في فتره الظهيره،
عشان ده ما يزودش احساسي بارتفاع قيم درجه الحراره، عدم الوقوف تحت اشعه الشمس لفترات طويله، لو انا اضطريت للخروج لازم يكون معايا غطاء لراسي يحميني من اشعه الشمس الفترات الظهيره، وطبعا نتناول قدر كبير من المرطبات والسوائل، والاماكن المعنيه بسقوط الامطار مهم جدا، مع سقوط الامطار تكون القياده بالاستخدام، يعني كمان نبتعد عن الطرق اللي جنبها مقرات سيول، ونبتعد عن اعمده الاناره شبه الكهرباء الواح الاماكن المعنيه. يعني اكيد نصائح مهمه جدا، بنشكر حضرتك عليها دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. احنا كده عرفنا تفاصيل الحاله الجويه في البلاد، ودلوقتي هنتابع مع حضراتكم درجات الحراره المتوقعه النهارده في القاهره والمحافظات. القاهره متوقع تكون العظمى فيها 36 والصغرى 27، والعاصمه الاداريه 37 26، الاسكندريه 33 25، والعلمين الجديده 32 24، مطروح 31 23، دمياط 32 26، بورسعيد 32 27، والاسماعيليه 37 24. السويس متوقع تكون العظمى فيها 36 والصغرى 25، والعريش 35 25، كاترين 31 17، وطابه 37 25، حلايب 34 29، وشلاتين 38 32، شرم الشيخ 40 29، والغردقه 42 31. اما الفيوم متوقع تكون العظمى فيها 38 والصغرى 25، وبني سويف ايضا 38 25، الوادي الجديد 42 28، واسيوط 40 25، سوهاج 41 26، وانا 43 28، الاقصر 43 28 ايضا، واما اسوان ف 43 31. دي كانت درجات الحراره المتوقعه النهارده، وطبعا معاها نصائح هامه من هيئه الارصاد الجويه، يا ريت نخلي بالنا منها. دلوقتي هنرجع مره ثانيه لهبه ومصطفى عشان نكمل فقره صباح الخير يا مصر. شكرا جزيلا لك يا هلا. شكرا.